حقيقة احنا كناشطين مدنيين مستقلين طبعا في محافظة واسط وبعموم العراق اليوم نشهد من الناشطين فقدنا هواي أعزاء علينا من العمل الناشطين الميداني ومن الإعلاميين وتكميم الأفواه، كل هذا طبعا بسبب واغتيالات واعتقالات وخطف، وإلى الآن والحكومة شكلنا لجان تحقيقية وكذا، وإلى الآن لم نرى أي لجنة فعلية أو شخص تقدم إلى القضاء وتحاكم نهائيا. ماكو أكثر الأحزاب هي الموالية لإيران وكلها اليوم عندها أجندات وعندها فصائل مسلحة، واليوم هاي الضغوطات حقيقة أثرت على الشارع وأثرت على المجتمع وأثرت علينا كعملنا كناشطين. اليوم حقيقة إذا نزلنا منشور إذا قلنا كلمة من انطلاق ثورة تشرين وإلى الآن محاربين مهمشين، من نمشي بالشارع كأنه ما إحنا ناشطين حراميين إحنا والإعلاميين. تست الو 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 تست الو الو. مطاردة الناشطين المدنيين ومفكري العراق وكل اعلام والصحافه الحره والكلمه الحره الشجاعه والناس النخبه الوطنيه التعبويه الشبابيه، مطاردتها من قبل بعض الاحزاب الفاسده والميليشيات القذره حقيقه ما هي الا علامه استضعاف وعلامه استهجان وعلامه استنكار ضد هؤلاء القتله والسفكه. في الحقيقة هي ثورة شعب وفكرة، والفكرة الثورة فكرة وفكرة دائمة، وحقيقة الفكرة والثورة لا تقتل بطلقة. يعني على الأحزاب ما بعد سقوط النظام ودخول هذه الأحزاب إلى معترك الساحة العراقية، ابتدأ العالم الخارجي جيران العراق بالسيطرة على مقاليد الأمور في العراق، بحيث أنه أصبحت الحكومات العراقية أدوات بيد دول الجوار لتنفيذ أجنداتها الخاصة وتطوراتها. لما ابتدأ الشعب العراقي بالآونة الأخيرة ينتبه على نفسه ويحس انه هاي الدول دول الجوار ابتدت تسيطر على مقدرات البلد، ابتدت الاوامر بالتصفيه وتكميم الافواه والضغط على كل من ينادي بالتقليل او المنع من التدخل الخارجي وتدخل جيران العراق بالذات بالامور الداخليه في العراق. سياسه لتكميم الافواه، سياسه للترويع، سياسه للترهيب تنفذها ميليشيات او قوات عسكريه حاليا غير تابعة لأي جهة حكومية، تأخذ أوامرها من دول الجوار من إيران.